المهم الجزائر ربحت وترشحت لكاس العالم. نهار الاربعاء عشنا بلوس كان ايفينمون، عشنا لحظه تاريخيه، اون كونسكراسيون. 93 دقيقه وقلوبنا دوك 93 دقيقه بين ستريس اي اونفان الفرحه. هيتنعادوا لحظات حاسمه من الماتش هيستوريك. نتفرجوا. المكان السودان، الملعب أم درمان. وصلنا لآخر ماتش في التصفيات القارية والحلقة النهائية لأقوى مواجهة عربية إفريقية، محاربو الصحراء الجزائر أمام الفراعنة. في ميسيون صعيبة للفريقين، إكسبيريونس متاع المصريين تتحدى جينيراسيون جديدة من الجزائريين. مصر ما عندش ظرف في المباريات الفاصلة وتصفيات كأس العالم. تنسحب في تصفية 94 في ستاد جيغلون، وتنسحب مرة أخرى في أم درمان. نفس السيناريو جاء المرة هذه في دقيقة 40، فاس مزياني لونسان جوار دو لويم لعنتر يحيى، وبوتو من كوكب آخر في ملعب المريخ ضمن الانتصار، وخلى الجزائر ثالث مرة في المونديال.